السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهدي سكيا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على لي فيلان، يعني فيرتيال لوكال اريا نيتورك. غادي ندير دو بارتي. البارتي الاولى ان شاء الله غنهضر فيها اللي هي هذه، غنهضر فيها على لي زافونتاج ديال الفيلان ايتترا، والبارتي الثانيه نحاولوا ندخلوا في لي كوموند، وانما غنشوفهم غير تيوريكمون. نشوفوا لي كوموند اللي كاينين تيوريكمون، ولا فيديو الماجي ان شاء الله نشوفوا البراتيك. اذا لي فيلان، لي فيلان بيرميت ان ادمنستراتور دو سيغمونتي لي ريزو اون فونكسيون دو فاكتور تيل كو لا فونكسيون ليكيب دو بروجي او لابليكاسيون كيل كو سوا لومبلاسمون فيزيك دو ليتيليزاتور او دو بيريفيريك. اذا هذه واحد لا ديفينيسيون على لي فيلان. اشنو كيقول فيها؟ نشوفوا هذا الشيما باش نشرحوا بها باش يكون داكشي مفهوم مزيان. اذا هذه واحد لا سوسيتي، وفيها البرومي ايطاج، دوزيام ايطاج، تروازيام ايطاج ايتترا. تخيلوا معايا هاد لي زيكيب مكاملين يكونوا عندي في ميم ريزو، يعني غيكونوا كلهم في الميم ريزو، يعني الريزو ديالي غادي يكون يعني ترو شارجي، غيكون فيه يعني بزاف د الحوايج غير الميزاجور مني غادي تكون يعني البوند باسوند غتقلال، غيوقعوا بزاف د المشاكل. ولكن الى جينا ودرنا لي فيلان غتسهل لنا الخدمه. كيفاش؟ هذيك لونتربريز حنا عارفين بانه اللي خدامين فيها ماشي كلهم خدامين في حاجه وحده، راه كاين الناس ديال الاي تي، يعني الناس اللي هما مكلفين بالسيرفيس انفورماتيك، كاين الناس اللي هما مكلفين بالكونطابيليتي، كاين الناس اللي هما الريسورس زيمان يعني ديال المواد البشريه، كاين بزاف الناس يعني كله فاش خدام. نحاولوا حنايا ملي كنديروا لي فيلان يعني نعزلوا، يعني حتى اون طونكو ادمنستراتور دو ريزو كتعزل كل سيرفيس في فيلان بوحدو. مثلا الناس ديال الايراش غنعزلهم انا بوحدهم في سيرفيس بوحدهم، يعني في فيلان بوحدهم. الناس ديال اللي هما ديال السيلز يعني المبيعات غادي نعزلهم في واحد الفيلان ديالهم بوحدهم باش تسهل ليا لا جيستيون. هذا الشيء من لي زافونتاج ديال الفيلان حنا غنشوفوهم دابا. بحال كيف ما كتشوفوا الناس ديال الاي تي، يعني قلنا كيلكو سوا لون بلاسمون فيزيك ديال هذاك ليتيليزاتور ولا ديال هذاك ليكيبمون. شوفوا معايا هنايا، عندنا هذا ليتيليزاتور وهاد ليكيبمون ديالو راه كاين هو في التروازيام ايطاج، ولكن كاين في نفس الفيلان مع الناس اللي هما في الدوزيام ايطاج ومع الناس اللي هما في البروميير ايطاج. هادو كلهم كانهم راهم في فيلان واحد، يعني كانهم عفوا في ريزو واحد. هادو كذلك كانهم في ريزو واحد، وهادو انهم كذلك انهم في ريزو واحد، والترافيك ديال هادو ما يوصل لهادو، والترافيك ديال هادو ما يوصل لهادو. وهذا الشيء من لي زافونتاج وحنا غادي نشوفوهم دابا. لي زافونتاج ديال لي فيلان شنو هما؟ عندنا اول حاجه هي السيكوريتي. كيف ما قلت انه نرجعوا لهذا الشيما، مثلا حنايا عندنا هاد لونتربريز هادي، وفيها شي ناس اللي هما يعني عندهم هذوك المعلومات اللي هما مهمين، دوك المعلومات اللي ديال الشركه، يعني معلومات مهمين بزاف اللي ما خاص مثلا واحد الشركه اخرى طالع عليهم ولا يعرفهم شي واحد ولا يتسربوا هذوك المعلومات، ولا هذوك الناس اللي هما خدامين في هذاك السيرفيس اللي فيه هذوك لي دوني نحاولوا نعزلوهم بوحدهم على الناس الاخرين، يعني ندير لهم فيلان ديالهم بوحدهم على الناس الاخرين، وهكذا كنكونوا درنا لا سيكوريتي، يعني حتى دوك يعني الترافيك ديالهم كيدور غير بيناتهم وما كيوصلش للناس الاخرين، لي فيلان الاخرين ولا للريزو ككل. وحتى الناس اللي في الفيلان اللي في دوطخ فيلان الترافيك ديالهم ما كيوصلش عند هذوك الناس. هذا الشيء هو لا سيكوريتي. ومني كنهضروا على ريديكسيون ديكو اللي هي تاهي من لي زافونتاج ديال لي فيلان، راه حتى هي لا رجعنا لهنايا باش نشرحوها مزيان. يعني كما قلت مني كنسيباريو لي زيتيليزاتور على حساب كل واحد وعلى حساب لي زاكتيفيتي ديالو، راه حتى مني كيديروا الناس الميزاجور بيناتهم، ناخذ على سبيل المثال هاد الناس ديال الاي تي اللي هما ديال الانفورماتيك بغا انصالي واحد لابليكاسيون غيخدموا بها الناس ديال الريسورس زيما، بغا انصالي واحد لابليكاسيون
اذا هاد لي بيسي هادو من غير يديروا الميساجور يعني ما كاينلاش ان داك الميساجور يعني توصل لهاد السيلز هادو هاد الناس ديال المبيعات هاد الناس ديال المبيعات ما عندهم ما يديروا بديك لابليكاسيون يعني ما كاينلاش تكون واحد الميساجور في الريزو كامل وانما غير هاد الناس هما اللي توصلهم هذيك الميساجور وبالتالي هاد الناس هادو ملي ما وصلاتهمش الميساجور يعني البون باسون ديالهم ما غاديش تقاسبيه ما غاديش تضيع يعني ما غاديش حتى شي حاجه يعني علاش غتوصلهم ديك الميساجور هي ما كتهمهمش يعني هادشي باش تكونوا فاهمين يعني ما كنقول غير ديكسيون ديكو يعني حتى راه كنهضر حتى على بون باسون اذا ميور بيرفورمانس اذا يعني نفس الهضره اللي قلت دابا يعني هذاك الريديكسيون ديال هذاك الكونتيتي ديال 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 الترافيك يعني الترافيك اللي ما عنده ما يدير في واحد الفيلان يعني ما كاينلاش يمشي ليه كيف ما قلت هنايا انني هاد الناس ديال الايراش هما اللي محتاجين ديك لابليكاسيون انهم غيخدموا بها يعني الترافيك غادي يكون بيناتهم وداك الترافيك ديال هاد الناس اللي في الفيلان هذا الفيلان 3 الترافيك ديالهم ما عنده لاش يوصل لهاد الناس ديال السيلز لان هادو هضرتهم في شكل يعني باش نقولها بالدارجه انهم هادو عندهم خدمه ديالهم بوحدهم وهادو عندهم خدمه ديالتهم بوحدهم اذا ما كاينلاش الترافيك ديال هادو يوصل لهاد الناس اللي في الفيلان 3 هادشي علاش كيقول لك انه من هادشي من الميور بيرفورمانس كيولي الترافيك ديال هاد الناس ما كيوصل لهاد الناس عندنا ثاني الريديكسيون دي دومين دو ديفيزيون يعني الدومين ديال الديفيزيون كينقص ما كيبقاش بزاف باش نعرفوا هاد الدومين ديال الديفيزيون شوفوا معايا واحد لانيماسيون باش تفهموا مزيان اذا عندي هنايا هاد الشيمه هادي هنايا عندي 3 سويتش وعندنا لي بي سي هاد لي بي سي كلهم في الميم ريزو يعني هذا راه صيفط واحد ميساج برودكاست ديفيزيون غيوصل لهاد لي بي سي كلهم اذا خصنا نعرفوا بان شاك بور ولا شاك انترفاس ديال السويتش راه هو كيتسمى ولا كيتعتبر انه دومين دو ديفيزيون اذا وشاك بور ديال الروتور كيتعتبر انه دومين دو كوليزيون هذه عقلوا عليها اذا من هنايا باقي ما عندنا السيغمونطاسيون ديال الفيلان يعني باقي عندنا هادو كلهم في ريزو واحد يعني ما كاينش عندنا هذا في الفيلان وهذا في الفيلان لاحظوا معايا هاد البي سي 1 ملي كيصيفط ميساج ديفيزيون كيوصل لكلشي لي بي سي كلهم اما هنايا غادي نمشي ندير سيغمونطاسيون يعني غادي يولي هنا عندي فيلان 10 وهنا فيلان 20 هنا فيلان 10 وهنا فيلان 20 يعني الفيلان 10 غيهضر مع الفيلان 10 والفيلان 20 مع الفيلان 20 ولكن ضروري هاد الليزو هادي تكون ترانك حنا غادي نشوفو من بعد كيفاش كنديرو ترانك اذا هاد البي سي الا بغى يصيفط الميساج بي سي هذا البي سي 4 بما انه معاه في نفس الفيلان يعني هذيك الترام غتمشي ليه بوحدو لاحظوا معايا ها هو صيفط ديفيزيون ولكن غتمشي هاد ديفيزيون لمن غير الفيلان 10 ما غتمشيش للفيلان الاخرين يعني هادشي هو اللي كنقولو انه الريديكسيون دي دومين دو ديفيزيون اذا نرجعوا البي دي اف ديالنا افيكاسيتي اكرو دي بيرسونيل انفورماتيك انت اون طون ك ادمنستراتور دو ريزو انفورماتيك في واحد لا سوسيتي ملي كدير لي فيلان وكتعرف كل حاجه فين كاينه يعني راه كتسهل عليك الخدمه يعني لاميليوراسيون دو لا جيستيون دو ريزو يعني الريزو ديالك كتولي مجيريه مزيان بالنسبه للسيباراسيون دي فلو دو دوني راه هضرنا عليها ان الترافيك ديال الفيلان ما كيوصلش للفيلان الاخر وهذا الشيء من يعني سيكوريتي وبزاف د الحوايج دابا نشوفوا لي تيب ديال لي فيلان باش قبل ما نشوفوا لي تيب ديال الفيلان بغيتكم تعرفوا معايا ان الا مشينا درنا الشاو فيلان بريف وحنا مازال ما درناش ما كرينا حتى شي فيلان وما افيكتنا حتى شي بور لي فيلان كيكون عندنا واحد الفيلان اللي هو مكري بار ديفو وكيتسمى فيلان بار ديفو كيكون عنده الاي دي ديالو هو واحد كيكون ها هو اكتيف لي زانترفاس كلهم كيكونوا مافيكتين لهاد الفيلان هذا اذا لي فيلان دو دوني من لي تيب ديال لي فيلان عندنا الفيلان دو دوني هاد الفيلان دو دوني هما دوك لي فيلان اللي حنا كنكريو مثلا انت كتكري فيلان 10 فيلان 20 ايتترا هادوك لي فيلان هما اللي كيتسموا الفيلان دو دوني وسميناهم الفيلان دو دوني لانهم كيديروا ولا كيجينيريو هذاك الترافيك ديال ليتيليزاتور هما اللي كيجينيريو هذاك الترافيك يعني هادوك لي دوني داكشي اللي سميناه فيلان دو دوني اما الفيلان بار ديفو يعني قلنا كيتكريا اوتوماتيكمون
هما وشي فيلان اخرين حنا غادي نشوفوهم من بعد كيتكريا اوتوماتيكمون. والحاجه الوحده هو ان يعني ما نقدروش نسيبريميه وما نقدروش نعطوه شي سميه. يعني هذا يعني هذا هو الفيلان بار ديفو. الفيلان ناتيف هذا الفيلان السيكوريتي هو هذا الفيلان ناتيف راه هو الفيلان بار ديفو. والفيلان دو جيستيون حتى هو راه هو الفيلان بار ديفو. حنا غادي نهضروا على شي حاجه دابا من بعد. علاش قلت لكم انه فيلان ناتيف؟ لاننا ملي كنمشيو نديروا الترانك حنا غنشوفها من بعد كنديروا معاه الفيلان ناتيف وكنعطوه الاي دي ديالو. ولكن بما ان قلت ان الفيلان ناتيف كيكون هو الفيلان هو الفيلان بار ديفو وحنا عارفين بان الفيلان بار ديفو الاي دي ديالو هو واحد. اذا الا كانوا عندنا حنايا واحد دو سويتش مثلا هنايا شوفوا معايا هنا عندنا هنا مثلا هاد دو سويتش هادو وهنايا جينا درنا التراك ودرنا الفيلان ناتيف وخلينا غير واحد خلينا الفيلان ناتيف الاي دي ديالو واحد. الا جا واحد الهاكر وجا لينا لهاد لا ليزو اللي كدوز من هاد الترانك هنايا ودار لينا مثلا واحد لوجيسيال ديال لاناليز ديال لي باكي اللي كيدوز من هنا يعني غادي يعرف هو نيا اشنا هما هادوك لي باكي وغاناليزيهم وغيعرف هادوك لي دوني اللي هما كيدوزو من هنايا. لانه هو عارف ان الفيلان ناتيف اللي هو ديال السيكيورتي ان الاي دي ديالو غير واحد. لذلك خاصنا نبدلو ليه الاي دي ديالو ما نخلوش الاي دي ديالو هو واحد. كنعطوه مثلا 99 ولا يعني الا مشينا تدرنا اللي اعطينا 99 يعني ما غيعرفش هذاك سميتو ما غيعرفش بان راه الناتيف عاطينو حنا 99 وبالتالي غادي نكونو درنا لا سيكوريتي. داكشي علاش قلت لكم هنا لو فيلان ناتيف اي ديفيني كوم فيلان دو جيستيون ايل ساجي دان ريسك دو سيكوريتي. اذا الفيلان دو جيستيون يعني هو اللي كنديرو كنكونفيغيريو في هذاك الاس في اي هو باش كناكسيدو اديستون باش نديرو لا جيستيون ديال الكوميتاتور ديالنا ا ديستونس وندخلو يعني كيف ما شفنا في لا فيديو اللي فات بالتيل نت ولا بالاس اس اش. اذا بقى لنا الفيلان فوا هذا خاص ب لا فوا سور اي بي الفواي. اذا دابا نهضروا على ترانك دو فيلان. ان ترانك اي تين ليزون بوينت ا بوينت اونتر de périphériques réseaux qui transportent plusieurs VLAN. Les trains de VLAN permettent à tout le trafic VLAN de se propager entre les commutateurs, de sorte que les périphériques du même VLAN connectés à différents commutateurs puissent communiquer sans l'intervention d'un routeur. Idem. Je vous mets un aya, yani, ملي كيكون عندي انايا هنايا كندير ترانك ما بين سويتش وسويتش هاد لا ليزون كتكون ترانك. يعني باش هاد لي لان هنايا ولا هاد لي زيتيليزاتور اللي في هاد لي لان هنايا يكومونيكيو معنا. بحالنا هنا عندنا فيلان 10 مكونيكتي مع سويتش 2 وعندنا هنايا نيت فيلان 10 مكونيكتي مع البيس مع سويتش 3. يعني هاد لي فيلان هاد لي بيسي بانهم بما انهم في لو ميم فيلان يمكن ليهم يكومينيكيو بيناتهم. ولكن هاد لا ليزو هادي خاصها تكون ترانك. يعني واخا عندنا هدف سويتش وهدف سويتش نديرو غير ترانك وغادي يكومينيكيو بيناتهم وغادي ندير واحد لا كوموند من بعد نشوفوها نسمحوا لهاد لي فيلان انهم يدوزو من هاد الترانك ويعني بلا ما نحتاجو واحد الروتور نديروه هنايا. الروتور غنحتاجوه في واحد الدرس غنشوفوه من بعد اللي هو لانتير فيلان باش ما نسبقش احداث. هذاك لانتير فيلان مثلا هاد الفيلان 10 يمكن ليه يهضر غير مع الفيلان 10 ولكن الا بغينا الفيلان 10 يهضر مع لي فيلان الاخرين بحال الفيلان 30 اللي الناس اللي فيه ماشي في نفس الريزو مع الفيلان 10 ديك الساعه غنحتاجو روتور. نشوفو هادشي ان شاء الله في لي كور الماجين. دابا لافيكتاسيون دو فيلان نشوفو. دابا كاين الريزو لوكو فيرتوييل ابلاج نورمال. اذا ملي كنجي انا نكري فيلا كندير فيلان وكنعطي واحد الاي دي هذاك الاي دي يعني كيتراوح ما بيناش تلاش. بالنسبه اللي قلنا اللي هما ريزو لوكو فيرتوييل ابلاج نورمال هادو كيستعملوهم يعني لي زونتربريز صغار حتى المتوسطين والكبار كذلك. الاي دي كيكون ما بين 1 حتى 1005 يعني فيلان 1 حتى فيلان 1005
ولكن عندنا واحد ليكسيبسيون هنا هو اش، ان الفيلان 1000 وجوج حتى 1005 يعني 1000 وجوج 1003 1004 1005 هادو كيكونوا مريزيرفين لمن الفيلان توكين رينغ والاف دي دي اي، يعني الفيلان اف دي دي اي اللي هو اف دي دي اي اون فرونسي هي انترفاس دو دوني ديستريبيو سير فيبر، وبالانجلي هي فايبر ديستريبيوتد داتا انترفيس. هاد الاف دي دي اي باش نهضر ليه بعجاله هي واحد لا تكنولوجي، يعني ملي كنهضروا على الاف دي دي اي كنهضروا على ليتيليزاسيون ديال هذيك اللين اللي هما الفيبر اوبتيك. اذا بالنسبه للاي دي قلنا من 1000 وجوج حتى 1005، وهاد واحد اللي هو كيكون ديال الفيلان بار ديفو هادو كيتكريا اوتوماتيكمون وميمكنش لينا نسيبريميوهم. اذا لمشينا درنا الشاو فيلان بريف غنلقاو ان الفيلان بار ديفو ها هو الاي دي ديالو هو واحد، ها هي السميه ديالو ديفولت، ها هي النيم ديفولت، والستاتي ديالو انه اكتيف هو شاعل لي بور كولوم ديال الكوميتاتور كيكونوا في الفيلان ان اللي هو كيكون بار ديفو. لاحظوا معايا هما الاف دي دي اي ديفولت توكن رين ديفولت، هما هذا 1000 وجوج 1003 1004 1005 هادو كيتكرياو اوتوماتيكمون وما يمكنش لينا نسيبريميوهم ولا نعطيهم شي فيلان. كاين عندنا الفيلان ابلاج ايتوندو، هاد الفيلان ابلاج ايتوندو كيستخدموه لي زونتربريز اللي كيبغيو يوسعوا هذيك لانفراستركتور ديالهم. مثلا باغي هو لي فيلان بزاف غياخد يعني البلاج ايتوندو، يعني كتكون ما بين 1006 حتى 1000 حتى 4094، ولكن جينا نشوف في الحقيقه يعني غيكون من 1 حتى 4094 اي دي، يعني راه كبير بزاف. اذا غادي نحبسوا هنايا ونكملوا في لابارتي الثانيه ان شاء الله تعالى.